مرحبا بكم في لعبة من سجل هذا الهدف. هل يمكنكم اكتشاف صاحب الهدف من خلال فيديو رسوم متحركة؟ لكن قبل أن نبدأ اللعبة، إليكم هذا التلميح. يمكنكم التعرف على اللاعب من لون الفريقين. لديكم 10 ثوان للتفكير. فلنبدأ. الإجابة الصحيحة هي صاحب هذا الهدف الجميل هو يوسف وبليلي في مرمى المغرب. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة، فذلك سيساعدنا على تقديم المزيد من هذه الفيديوهات الممتعة.